جدد عشرات المستوطنين الاسرائيليين اقتحام ساحات المسجد الاقصى المبارك بحمايه شرطه الاحتلال الاسرائيلي، كما قامت القوات باعتقال الحارس عبد الكريم قاعود بعد الاعتداء عليه بالضرب قرب باب السلسله. وافادت دائره الاوقاف الاسلاميه بالقدس المحتله بان 147 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الاقصى على شكل مجموعات عبر باب المغاربه ونفذوا جولات استفزازيه.